نستانس فيه وننبسط ونبي ختاميات البث نغني هنيه ونضحك ونسولف ودردش لب قلبك يا قمر انت لبيه في حد الحق ها لا قمر راسه في راسه سعاطير يا ولد يا ولد طبيعه يا ابني والله داري ماني بقدر انا مين في ذمتي الله وجهك انت وقروب الدعم الله ولا هي غريبه عليك وهذا اخر وراك الله وجيههم اي والله بيض الله وجيههم وانت تستاهل ونجم ومبدع ومتالق ومقدم ان شاء الله قادم بقوه البرامج عشان ربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله ايه ايش بقول انا تقاطع اصوات ما نبي في تصريح لكنه مو بتصريح في تصريح لكنه مو بتصريح اسلم انت عمده تبون اقدح ولا لا الله يهديك تبون قدحه ولا لا اسلم ترى قدحات اقوم قدحات ابو عبد الله يلا روح لا اليوم انا حاجز لكم سينما بطران كفو سينما على كيف كيفك وفي شار بوبكورن حركات بيض الله وجه بوبكورن بيض الله وجه بوبكورن عبود عبود شو اسمه اللي في السينما ذي ما اعرف شو اسمه تكفى شو اسمه جبنا في شفاش لا لا عبد الله 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 حلمي انا شو اسمه اللي شو اسمه اللي في السينما شو اسمه لا 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 نقت لا لا شو اسمه؟ اللي يعطونك معها صوت. ايه ايه ايه. شو اسمه؟ ناتشلز. 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 ما عندكم قلية. هذا العمدة. تقولون العمدة هذه فعيل سعود بن علو. هذه فعيل سعود بن علو. لو سمحتوا. الجلسة. لو عبد ابراهيم. علي المصارعة. ابراهيم عواد. سمط العمود. تفضل. لو سمحتوا. الجلسة هذه. قدر امي قدر امي لا امزح. الجلسة هذه شروطها. ممنوع تقاطع الاصوات ندعم اللي يغنون وينشدون هنا احسنت حسر فهذا تضحك شكرا تحيه العزبه ما تنسرق والشرط من شروط هذه الجلسه الروحه ما تنكسر اللي يكسر الروحه راح يستبعد الروحه لا راح يستبعد يستبعد مني انا لا اخذ لا احد ياخذ دله ويروح المجلس الثاني ايه وبجيب تلفزيون بحط انا يا بح قدمت الدوام نوديها في الغربه بيض الله وجهك ابو علي وجهكم مرحبا بكم والله ما اسف عليك المحل محل اللي يقول اضرب على الكايد يا صرت بحلاء شو مسعدك عند الولي وانقطاع على ما قيل وانت معلومه كلها طيبه يا ابو علي جعل عمرك طويل الله يوفقك ان شاء الله بس سينما متى عندنا مسرحيه سينما متى ها سينما ان شاء الله بعد بعد ما وقت دقيقه شكرا شوف شوف في شيء ولا لا والله ما سويت اي شيء ما بعد ما حطيت شيء يا شيخ لا وجهك طاح سعود يا عيال فكون من بعص ما عليه ما عليه ابو عاصم ما ودي يعطيك ظهري تكفى سالم جديح وين تزحل القهوه اخذ الدله وراح سالم تو الدله توها توها خليها لين تطبخ القهوه عليك يا ابو يا سالم جديع سالم جديع سالم جديع انا عند الباب انتظر سالم جديع هذه الجلسه اللي يقول عنها ابو علوش تدعم ايش الجلسه هذه تدعم المنشدين والمطربين والمغنين بيض الله وجهك متى ما نبي ننشد ننشد وتعتبر ختاميه لا والله ما تروح والله ما تروح طالبين والله ما تروح اجلس 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 عدل يا سعود علوش خلنا نعطيكم درس بالمقامات اجلس 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 يا شيخ لا خلنا نروح والله العظيم روح قدها انا بك تستريح انت الخسر والله الرجال راح قلت بزي القهوه لا بيجي طيب عبد الله بعد اذنك عبد الله سال يلا بما ان سعود قال تدعم استريح لو سمحت لا تعال تم ما هم الحين احنا بنسولف احنا بنسولف يا مرحبا احنا بنسولف احنا قلنا والله هو ما سهل نبي ظهر قلبي ورجعانه ارجع بقربك وبعد منك اسمع ابو علوش بعد في جلسات خلنا نعطيكم بالمقامات شيخ فلاح المقامات الصوتيه والله انت جينا والله ما تبي خلاص كيف لا تعدى لا تعدى انا ولا هو شيخ فلاح اقسم بالله في اي بي يا ريجي احنا نطالب بعمزك لم تدى اسبوع الجاي لا مكتفي بالاسبوع الجاي يا الله بحمر هتقوم اسبوع يا رجال ما جاب الجلسه انا الشيخ تتفق على شرح المقامات الشيخ فلاح تتفق يا حشر ايه ابو العمده ايه لكن تسمح لي العمده بس مشانكم تسمح لي صوت المايك عند ابراهيم تفضل تتفق على المقامات الصوتيه ولا لا تتفق مرحبا تتفق ريان
المقامات. لو سمحت يا شباب اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي اسمحوا لي، نبي ندشن هذه الجلسه بصوت ابراهيم ثم بعدها عبد الله ثم بعدها نايف. ابشر والله بساعدك ابو علو. عطنا شيء من بس وانا ابشر صوتي صوتي وعبد الواحد طيب صوتي ابو علو هو يلا الله يسامحك لا تقعد تشرح لنا يا رجال عطنا وقتك بس خلاص انت انت ليش هجومي يا اخي عطنا يلا ابدا ابدا خلاص ابدا غني يا رجال غني خلاص غني يا رجال ابشر يا ابو علو لاجل العين تكرم مدير يا ابراهيم نبغى نفهم اول شيء يا رجال ما تفهمون على خشمي ابو عوض بس طيب ابو حاتم لازم في حركه علم يلا رددوا معي يلا 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 اسمع لي لا 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 انا طالبك اسلم يا ابو انا بعطي اسمع يلا يا ابراهيم تكفي ابراهيم اسمع يا جماعه كيف ما فيكم حميه كيف صياح الضحى ما تسمعون من يعاوني على ربعين هنية من بغادر بالمراجل يمنعون يمنعون المراجل ما تهيها السوية كود من عض النواجد في سنونا ان بغيت الشح درب الطيب عيا حالف المردي نفسي للمهونة للمهونة ما علي من منقل تالحكاية كان باب الرزق منهم يقطعون من الحوم الدانية شفت الجفية من بغادر بالشكالة يبهتون يبهتون اما تقاطع اصوات لا احنا اتفقنا احنا اتفقنا بالاسماء يا اخي طيب. اما الان اما الان مع صاحب الحنجره اما الان مع صاحب الحنجره الذهبيه عبد الله سالم تفضل اعطنا من سالم عندي اعتراض بسيط تفضل ضال عمرك لبيها مسموح السرقه هنا لا ابدا طيب ليش حشر السارق شنب فلاح ما بعرف شو والله حلو 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 بس عشان تسارق حذيان يلا عبد الله اسلم طيب رددوا صوت 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 الربع صوت شرب ملاح صوت نايف اسلم عبد الله يا عادلين الهوى ما يبيد الكلام ماسكن ماسكن ما انقذلي الغرام هالكف جانه وفالقدنا وهي ماسكين ماسكين ما انقد بلي الغرام يا عدلين الهوى ما يفيد الكلام ماسكين ماسكين ما انقد بلي الغرام فالحب جنه وفالبدن روح يا ماسكن ماسكن ما انقد بلي اما الان مع المبدع والمتالق والفارق في حضوره نايف بن ثامر عطنا من الحنجره الذهبيه الجميله بدون ابتسامة عشان ما ماشي وجهك كنت أقول المفارق بيننا مستحيل فكرة مرت في بالي وهملتها كنت أقول المفارق بيننا مستحيل فكرة مرت في بالي وهملتها لين ما طحت في درب الفراق الطويل صارت أشياء واجد ما تخاف
لك تحملت الغياب الطويل، كل حاجة علشانك تحملتها. مرحبا 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 ابو زيد. عندي يا ابو علوش لا ما في شعري. يلا اما الان مع سلطان ثقل بتنشد. اما الان احنا بنمشي على كل واحد. اسمع جعل ابوك في الجنه. اسمعني اسمعني احنا بنمشي على كل واحد على موهبته. انا عندي موهبه. ما بجيك على موهبتك. خلنا نخلص من الانشاد من بديك. اما الان مع سلطان بن زقل صوت الجبل بدون مدح في البدايه بس عادي. يقولون ما للعبد بالدين على المكسوم، وانا اقول صح ويقنع العبد من دومه، وانا والله انه ما يكدر علي النوم سوى كلمة من بعض الاصحاب اللي اجت من الغالين ولم حق من الغالي ليا شانت. سلام صح لسانه. اما الان هذا قاطع صوت ذا فيه داخل درعم بيبي دورك بيجيك. اما الان مع 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 هذه جلسه لا احترامها لو سمحت. الله اجل استاذن يا رب. لا انا اقول استاذن. الحمد لله رب العالمين. تخرب الجلسه كذا تقوم على استاذن استاذن جلستك يا تحكم طال عمرك. اما الان اما الان مع المبدع والمتالق والفارق في حضوره عبد الواحد. تفضل الله يستر عليك الرزقي. رزقي تفضل والله انا رزقي. روح الله يستر عليك. الله يستر عليك. مالكم يوم جايين تخربون جميع امان الله. حياكم الله. تعجبني خلك قوي قوي لو ما يجلس في الجلسه الا صورته. تفضل عبد الواحد. تفضل عبد الواحد. يا ولي فيك نظرات صاحبك عيت تغير غيره له فيك ظنا وانت ما انت بعند ظنه والدلال اللي يفوح بهارها قد ما المسير اتقهوها من الخارمه ولا كرم ما حنه لا ترجو راعي الحاجة ولا الورع الصغير ثم يحطك شغله شاغل وفيك سن سنه اللهم لا قنوط لا تشاوم لا تطير الله اني قد كرهت المشترى حكمه وصنه. اي والله سلامة الجميع. اما ذا الحين انا بطلب من صاحب المقوله الشهيره رعلم خصام يونس سالم جديع. ما في احد من سالم جديع. سالم الشاعر والمنشد والمبدع والمتالق في حضوره سالم جديع. انا بطلب منك اغنيه حبيبي. لا ما هي بوقت. لا 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 في واحده ثانيه. اسلم شوي يلا يلا. والله اني قبل عارفك مستريح لا هموم ولا عذاب ولا جراح كنت ما صدق لي قلو يصيح الهوى ولين جربت الصياح الله اني قبل عارفك مستريح لا هموم ولا عذاب ولا جراح كنت ما صدق لي قلو يصيح الهوى ولين جربت الصياح. سلامتك. الحين كل نشند انه يلا بما ان الجلسه انشاديه تكلم عن المقامات. الشيخ عندك؟ لا صدق ايوه. احد عنده مشاركه؟ فات مقصره. عندك ريان؟ سلطان عزبك يا ولدي اللي هي المقامات على كم؟
احسنت. اللي هي الله بالمختصر اللي هي صنع بسحرك. ايوه. الصاء صبا، والنون نهاوند نهاوند، والعاء عجم. لا. عجم. ايه ما تعرف قل ما اعرف. ايه لا فلسفه ما نبي، احنا قاعدين نشرح. المهم ايه صنع بسحرك، احنا قلنا الصاء صبا والنون نهاوند والعاء العجم والحاء حجاز والحاء حجاز والكاء كرد والباء بيات والسي سيكا، اللي هي قرآن إنشاد. طيب اللي يقرأ به ماهر المعيقري وشو؟ اللي يقرأ فيه ماهر المعيقري اللي هو عجم والقاسم حق الحال صبا صبا. الحين بضرب مثال عبد الباسط المجال الحالي، هذا اللي هو يقال قريب من الرست والحجاز. لا 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 تشتغل. الحين مثل الأذان أي صوت، الحين بتقول الله أكبر هذا الصبا، لأنه ليش الصبا لأكثر لحن يلامس الإحساس، هو ليس بالصوت لكن ملامسة الإحساس والشعور اللي هو الصبا، لأنه حزين مرة من أقوى درجات الحزن. لكن لما تقول الله أذان الحرم هذا اللي هو إيش؟ الحجاز. الكرد اللي هو دول الشام اللي هو الأردن العراق سوريا تركيا، دائما أذانهم أنا ما أعرفه لكن هذا أذان اللي يسموه اللحن الكرد الأكراد. والقريب للصبا اللي هو البيات. أعطيك مثال، فليتك تحلو الحياة مريرة، هذا بيات. لكن لما تقول فليتك تحلو الحياة مريرة، فرق بين الأول والثاني صح؟ هذا صبا الثاني والأول اللي هو البيات. لكن الرست اللي هي مثلا بشبه يقول الغزالة رايقة الناس الحلوة، هذا اللي هو لحن، هذا لحن ترى. يا خلي جاو. طيب أنا في قراءة قرآن عند بعض الناس يقرأها طبعا مع كلامك تنبيه، كلها جميع الملحنين والقراء المغنيين لابد يمشي على مقام. طيب الترعيد انا سمعت انه غير ما يجوز. ايش الترعيد؟ التنهيد الترعيد الترعيد نعم اللي هي في قراءة القرآن اللي هي كيف ما ودي صراحه، لكن ما يجوز. لكن هل 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 هي بالمدود يعني اي هل حكمه ما يجوز ولا حرام ولا شوف ما في شيء اسمه ما يجوز، ما اقدر يعني افتي، لكن حسب اللي قريته وطلعت فيه عندك المدود المد اللازم، يعني في آيات قرآنية يجب فيها المد، في آيات لا، حتى لو كانت مد تتجاوزها عادي ما فيها إشكالية، لكن في آيات لابد تمد. يعني مثلا أإله مع الله، لكن ما تقدر تقرأها كذا لأن هذا مد واجب، لكن تقول أإله مع الله ضخمها، عرفت؟ لأن تعظيم فيها تعظيم اللي هي، وفيها رموز القرآنية اللي هي الصلي والقلي والميم وال الصلي. إيش معناها الصلي؟ جواز أنك تصل فيها ما توقف، والقلي توقف، والميم اللي ميم صغير، الميم هذا إدغام اللي فوق النون. لا لا الميم هذه توقف المختصر، هذا توقف إجباري. الجيم توقف وجوب؟ لا الجيم توقف توقف فيه إيه؟ بس ما هو وجوبه، ما هو وجوبه. الميم وجوب، الميم قطعا الميم وجوب الوقف فيه، واللاء وجوب الاكمال. عرفت؟ اذا ما كملت وفيه ميم لا لازم ارجع عيد لا. وجوب الاكمال، لان انت الان خلاص الميم هذه زي ما تقول انتهى حدث، تنتقل الى ايات اخرى. يعني ما يصير مثلا تقول ان المتقين مفازة حدائق وعنب وكواعب اترابه وتوقف، لازم انك تكمل. عرفت؟ في ايات لابد انك تكمل فيها مثل القصص، عندك
سليمان لما خاطب سليمان الجنود حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل إلى آخره، يعني هذه ما تقدر توقف فيها. على طاري الله يجزاك خير. اليوم في مسألة قهوة تطور ذا اللي في سورة الكهف. إيش اللي في سورة الكهف؟ فأو إلى كهفكم توا يسألني منها سلطان يقول هي فأو ولا فأو؟ قلت فأو فأو إلى كهف، لأن هي سكون بعدها واو بعد الهاء واوين. واوين أنت ما عليك من الألف، عليك من الواوين. الألف ساكنة صح؟ خلاص اقرأ الألف ساكنة. شو كم أنا كنت إيه ترى أنا المعلومية سلطان، ترى في قراءات سبع اللي هي قراءة حفص بن عاصم ونافع. أنا قد سمعت أنا تنطق كذا والكسائي و والله إني ناسي، لكن مثلا الحين في آيات عادي، مثلا الحين لو بقرأ الشمس إذا الشمس كورت أنا بقرأها برواية ثانية مثلا، بس ما يصير إنك تقرأها في مثلا بسعودية. لا عادي تقرأها بس الغلط الوحيد علي في القرآن اللي غلطته فأو بنفس القراءة. لا أيوة ما يجوز إنك تقرأ نصها كذا ونصها كذا اللي هو يعني كيف أكيد بيجيبون في قراءة القرآن. أنا اللهم صلي على النبي أقراه بدون غلط إلا فأو ذي ما في إنسان ما يغلط، ما في إنسان. القرآن شوف أشد تفلت من الإبل في عقولها بلا منازع، أشد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أشد تفلت من الإبل في عقولها لأنه يتفلت بسرعة سريع، فهمت؟ فما في بشر ما يخطي طبعا من حفظ كتاب الله عبد الواحد واللي قدامك وشو كنت حافظه؟ حافظ ما شاء الله إن شاء الله الدور على أنا بش أنا اللي خلق هذا يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قل يا عبادي الذين آمنوا توبة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إيه بس ترى ما رجعت للمعلومية يعني مو إذا لا تقول حافظ هذا جايبك متشابه إيه هو يقول يا عبادي قل يا عبادي إيش قلت تقول لي حافظ قلت أنت توك تستدل تقول إن القرآن أشد تفلتا من إيه إيه القرآن ما شوف ما أتحداك لو تسأل سديس ولا شو اسمه علي حذيفي إمام المدينة اسمه موجود حتى بالقرآن صح ما أخطأ إلا يخطأ ما في اللي صحح لولده أحمد ولده أحمد حذيفي أحمد علي حذيفي فما في أنا ما قلت إنك معصوم عن الخطأ يا أبو عواد ولكن مقصدي أنا عندنا عامل في المسجد نظام الحق أجيب لآية في القرآن يكمل طيب تدري أي سورة أنا واجهت مرة مجنون زرنا المستشفى أحد المستشفيات سبحان الله مجنون ضربوا مرض وأنجى يعني إنسان مجنون مرفوع على القلم عنه لكن تقول له أي آية يكملها ويجيبها لك بالصفحة ورقم الآية وأي سطر ما شاء الله هو مجنون هو مجنون مجنون الله مجنون الله ياخذ شيء ويعطيك شيء إيه أنا عندك فضل الله أنت إيش تبي أنا ما صار الحين ما صار لي إلا راجع الآية اللي أقرأها إيش ما تسكر دلة خليه يطبخ شوف الختمة الأولى كنت فآو ذي أبي أشد منها ويوم جت الختمة الثانية ومريت عليها حتى إني قلت لكم خلنا نقرأ سورة الكهف لأني أنا واصل تعدي سورة الكهف أنت إلى الآن مقتنع أن القراءة خطأ اقتنعت أنها خطأ علي عليك انت فاو غلط طلعت فاو طيب وانا وش قلت هذه بفضل الله اي عرفت اقول لك بفضل الله بفضل القرايه الختمه لا انت حاول اذا بدك تبي تجلس في مجلس حاول انك تشل يعني العناد من راسك فعلا فعلا ترى احنا مشكله المجتمع عندنا العناد احنا اذا عاندنا ما تقدر تقبل خاصه ترى نعم نعم شوف صحيح. شوف لكن هذه ما تروح تنسى لا هذه حاجة مسألة ترى كبيرة لذلك والله حكيم هذه حاجة والله العظيم انك صدقت فيها يا ابو عاصم ابو عاصم احسنت في التعليق ذا انا شخص يعني في الجدال ما افهم على طول وعاند مضبوط وهذا غلط انا عاندت ابراهيم في فاو وهي فاو وطلعت سبحان الله هذه اعطتني درس اعطتني درس اني اتقبل النصيحه مهما كانت الاحوال حتى لو كان ممن هو اقل منك عقلا حتى لو انه اقل من منك نعنا هو انت اي
لكن على ما قيل يعني الله يبيض وجهك ابو علوش على ذي الجلسه الطيبه. والله يا سعود القهوة الطيبة يا ولد والله فراسه من السحاطين يا رجال سويت فجأة سويت ما عليك لا اي والله ونعم عز الله عز الله عز الله عز الله يا سعود ان كان ابوك يتابع علبه فجاب حصان لنا طال عمرك كان ابوك يتابع علبه يتابع علبه فجاب حصان لنا الله يطول عمرك وان كان ما يتابع وان كان ما يتابع فهو حصان اسمع كان ابوك 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 باذن الله يا ابو علوش اللي اجيك وازور ابوك عشان ادحك خشمه لا 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 واقول له ترى انا احبك من محبه سعود مرحبا بكم والله ما اسهل عموما انا لما طلعت من البرنامج ان شاء الله على خير وانت 90 يوم الوجه ابيض لا الا مرحبا بكم والله ما اسهل في مجالسنا تسلم مرحبا بكم والله ما اسهل واني معلم العيال مبطي واني اعلمكم ذي الحين والله وافي يا ابو علوش انتم يا اخوي المتسابقين ولا الاداره مجلسك ولا مشاهدين مرحبا بكم والله ما اسهل مجلسك ومحلك ما مره ما هم قال مرحبا والله ما تحري الا بعلم الطيب يا ابو علوش هوايت كلانت محلك مقر ما هم مر الله يطول عمرك تعك تسلم واكبر دليل ان جلستك مفيده استمتعنا فيها بالقصيد والاناشيد وشرحنا على باقي طبتوني الله يطول عمرك مبروك يا ابو علوش الله يجعلهم طفوف في الجنه الله يكرمك شوي صبرك قدم كلام بعدين قول زواجك يا حبيبي اللهم امين جل من لا يختي الا والله العظيم جعل ربي يطول عمر ابوك عز الله انه جاب لنا حصان وجاب لنا حر ابشر بسعادك ابشر بسعادك معلش والله طلع عون تاثر من عون دخل عون لا اغلطت انت ضارب لي جنب الصوره 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 بعد النقط تجي فقط الرادار الهواء طير الصوره ليش الهواء طير الصوره الهواء حاقد ها انجو هنا لابس كمات لا لا شفت اثنين لبس لا لا شفت اثنين لبس كمات من بعيد عرفت ان الوضع اني استقبلهم طيب بنحطنا انا ولا جين كذا الحين سالم عن القهوه سالم هذه جديده هزينها الدله جديده قاعدين عند الحين زينت الدله وهذه ما زينت هلا بس هذه يا سالم شو القهوه اللي مخلص لها الحين ابو رحمه بعدين شوف ضربة ابو علوش شوف القز لا والله بجيك الحين على وجهي والله يا سعود القز هذا استعجل علمني الله يكرمك طاعته قول امين امين يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله ما شاء الله انا ارجو من اخواني المتسابقين اترك المكان افضل من المكان فلو سمحت يا رجال الله يرحم والديك يا رجال انت اشغالك انت وجالستك حبيبي حبيبي انت اخذت مني الميني كيك وخلتها هنا ايه خلها عادي بتقهوى عليها انا ما ايش بودي خلينا نخلص قهوه ابو باجي اعد من قهوه طبعا بخليها عويدي لا يا جماعه شو القمر قدامي لا لا شوي 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 يا رجال ابو رحمه خلينا انت قهوه قهوه حيليه يا اخي توتس شوف القمر قدامي توتس قهوه اللون اللي كل يوم شو اسمه توتس اخو سوي ايوه اللون سعود كان ناقدين علي اللون اسمه صدق اقول كان ناقدين علي يا ابن عمي بيربل اتحداكم واللي جاوب على هذا السؤال ولا هزته هذه 500 نقطه تسحب من نقاطي واعطيه نقاط اعطيه يا عمر في سماع اتحداكم تعال اذكرك بس اليوم لستن هذا ترى بقول لكم سؤال واللي يجيبه له 500 نقطه يلا ايش معنى بيربل كبرتنا سعود ايش قول لي يا قمر نور على شوف القمر نور علينا لك الليالي ما تجي في تحدي في تحدي رجع 50 نقطة يا اخي ليش رجعوك انت؟ فلوس حقيقية ما في لا نايم بيربل طيب نعم اخذوك ايه نايم قلت انت وش تبي توصل له؟ قال ما ادري انا عن نفسي غلط هذا من هو؟ يا اخي هذا فاسد برتقالي قرنش ميدك ايه برتقالي يقول فاس فلاش معنا براون براون ايه براون شو اسمه تقول حبيبي صبوي الكيف والهولي من الدل عاش ابو جديح البنه ليش يداوي الراس فنجان يا سعود مشغول انت ليفونا والظاهر انه بعد يسعود ادق 20 مره ما يشيلون
يا سعودي من كاني وسط البيت عرباني هزين يا سعود مشغول انت لي هنا والظاهر انه يا نيوفي زعلاني ما اقول انسان لا لا ترى ابو علوش ترى مو بلازم شيلات ها طيب على طاري ابو علوش اهانيك يا قمر تكشف الغرات من اعود باين على بعض المخالق صوتي اسمعنا صوتي اني داري غير كلت حلم ما اقول ما نعود أحبا نورت وصل الأغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا ما قالوا هوا غلا مرة أحسابنا أحسن أبشر يا هوا أقول لك أبيات لك كنت محتاج لك حيلي والله يا قطع الحاجة حدتني وجيت داري دمعة عيوني باين علي التعب والضيق وانتاجة من هاري لوني متغير ما هو بلوني إن قدر الله ما علي من تواجه وتمر مثلك مثل ناس يمروني يقول حلاك يا القمر يا اللي علينا يا قمر يا يماني يا مغيب ليت والله جاني قبلي ما شاب عينك ايوه مناجيل ما فيش مناجيل والله كاسات يا اخوي عادي شو المشكله الله اي خلاص انا لنا دبرهم ايش الرقوق ايش رقوق والله اليوم ترك مقروشنا اليوم والله نسولف واحد خلاص تقهوى وانت يلا تفضل سولف يقرب شوي بس عند ابو عندناك مداخله انا اشوف بما ان ما شاء الله الوقفه الجديد بما ان الوقت اللي قبل اكتمل نتكلم عن الوقفه الجديد يا اخوان كل شخص عنده كلمه تفضل يا فلاح انا اعرف اتكلم وانت تكلم تقول اسكت عندي موضوع لا لا انا اعلمك يا اخي تتكلم عن موضوع هادف يا اخي كل شوي شوي لكن مو بطاير مو بطاير مو بطاير انت انت اتحداك تعين عندي موضوع مو بهادف كل سواليفك خذاريج على غير سالفه انسان انت تفضل مرحبا لا لا مرحبا لا ولا لي ارحب لا لا إيه اركد لا ارحب لا اركد يا مرحبا لا انت عادي صرح تحت البث عادي والله لا اقول والله عادي والله لا اقول والله والله قول وانا اقول ان شاء الله والله لا اقول وانا اشوفك كانك واحد غريب ارحب يا ابو ظافر اوف يا مرحبا والله بعض السوالف لبسوها اشراعي قعادها في بيت اهلها غنيمه انا اسمع هناك اسمع صوت الصقر ما في يوم ما خليت احد يحكي ما غيرت حكي عليهم انا رد على كلمتك يا استاذي بس تعال ابو مضافه الحق الله لا يهينك عشت تقوى الشيخ العرب اليوم في المستشفى تدري بالله يا سالم والله من دليت عليهم العرب في المستشفى اليوم اي خلاص عربي بس عين الرجال عقبه لا لا نظول واحده بواحده قلت والله اني قلت له هو ونايف الله يستر علي والله اني صار والله اني مو ما شاء الله تبارك الله تبو من عينك خذ اعطني ما هذا تدري علي انا ما دعيت عليك انا ما دعيت عليك انا شوف انا اقول الله يستر عليك وقت ترى خاطري فيه اسمع لا تبشر الانسان الدعوات المستجابه ثلاثه دعوه المظلوم ودعوه الاب لابنه ودعوه المسافر يا سلام الله يبيض وجهك وانت مظلوم ومسافر ويلك
ما شاء الله. وين مطلوب؟ سالم. ما شاء الله. المهم جد ما تذكر الله جعلها العمى. انا اقول لك ما شاء الله بسم الله عليك. لكن هي نفس سالم دفل البليه اللي عندك. دفل النعمه. شوف انت هذا المربع سم ابي حلا دبل الصيد. ايه ما شاء الله سيف انك اشغلت انا. لا 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 من عندي. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة بتوقيعنا مع مضغوط بيتنا اللي عمرهم 6 شهور لكنهم كبار بمنتجهم كبار بانتشارهم في المملكة العربية السعودية. سعيدين اليوم كشركة مضغوط بيتنا بهذا الكرنفال الرائع شراكتنا مع قناة الواقع ممثلة برنامج كاريزما. ابي ارقد ايش الحل مع الخمول ذا يا شيخ عندكم من ربع شويه تقول احركها يجي وراه نار ابو ذيب شوف ذا قد خلص صوته باقي يضحك خطير ما سمعت السالفه صح والله ما يجيك اقول في واحد دايم يسوي كذا ما يطول عشان يجي تصميم ترى الضحك بدون سبب قلت هذا بس اعلمك ما هو ناصر صح ما انت المقصود لا ما هو طاق مشتري مرحبا على بالزول انا بالمخرج كيف مره خليت مخرج بس لون القميص صراحه الله يا ريان اللي يعطيك على اذنك والله والله العظيم والله اللي يعطيك على اذنك الله قسم لك الله ما اجملها مش ده التهديد الغريب يا ابو ماجد انا اوريك الدنيا طويله يا طويل الله لا يوفقك يا كوري لا يوفقك انت غمازاتك تقاو والله والله ما قهوتك ابو بيض الله وجهك اسلم بالله خل خل هنا على انت صورتك قسم بالله قلبها 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 كسرها خليك تبكي صدق لا والله لا لا طول عمرك كرمت الله وين الربع توك انا بجي والله الجلسة زينة تعال هنا تعال هنا قرب حولنا تعال نبغى نسمع صوتك تعال هنا هنا كم شهر تعالنا قال يا قلبي سقف عطي يا ابو علون العب بالنظرات ايوه لا بتجي ولا ايوه ابو علون ولد ماله
او ما في اي مخيم شو السالفه معك شرطه البيئه والله يبعث ايوه تفضل فاز كانكم مثلا اصب عندكم افا والله صايك ابو علوش مكان كما يكون لا لا ابشر ابشر طال عمرك ان شاء الله احنا طالعين جانا بلاغ ان شاء الله قلنا يمكن البلاغ كاذب لكن طلع البلاغ صادق لا لا هو صادق صادق الا شوي ها شو يقول البلاغ يقول دع المكان كما يكون كما يكون ايوه والناجح يلحق يتحارب الناجح محارب سيح زي الناجح طيب انت تسقي عمرك ها ولا كذا على طول ها ما بقول للجماعه يا حبيبي انا انت مضيف صح ايش اعمال نوفي تخليني اصب له ايش اعمال نوفي راس طيب وشرد كلمه للجماعه يا كل شيخ يا كل العرب يا كل العرب يحبونه ها اعطيتك واحد ثاني انا طيب دقيقه مستعجل كنت بعطيك ذا درينك كنت بعطيك ذا كوفي عربي سلام سلام على السعودية العزايم تبي الهواء ايش هو؟ ايش هو؟ مضغوط وقعت فيها سنايدي لين عفت العافية ارحب يا سنايدي امسك ها؟ يا رجل بالعافية يا ابو رحمة انت ما ترمش عيونك نفيس كذا الا ما راح يطبخ راسه وجه الله وش يا لبينك ابو مايك 24 ابو رحمة يا افندي حق اسماعيل رجع الصحن زين صوتي ما راح هذا في غير صوته للحين لا ابو علوش صدق عطنا شيء على بصوتك ما دام الجلسه والله صدق جد والله خلنا تدشين صوت سعود علوش في جلسه سعود علوش في يوم تدشين جلسه معلي معلي انت غادي كانك عجوز الله لا يوفق سهنا جلستي وهنا اكلوا النعمه ولا تنتكم اصبر اصبر ناصر ناصر صوت صوت يا شباب صوت لا خله انا حطيت عندك عشان مطي لا انا عارف الحركه اللي هو يبيها معنا اسلم ريان ها كمل 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 عطنا شيء بصوت يلا بسم الله يلا بسم الله الو ابي ما في ابي ابي شو اسمه لا لا طولت ابي ابي صدى صدى يا جماعه انا لا والله لا انا زمن ما يسمع اللي يكون صوت صدى ابي صوتك صدى ما عاد باقي لي 10 دقائق بسرعه يلا عطنا خلاص ريان اجلس يلا مو ما في ما في عطر هو هناك صدى ممنوع الطلب كل طلب خصم خلاص خلاص قول انا قاعد اطلبكم انا يعني بس كل ما سجيت يا محسن طرالي زادت اللي وهزتني جدوني صاحب ماله من العالم مثالي لملك روحي غيران ناصر من صوت احساسي وكوني كل ما منت من صوتك حيالي جرح ايام زماني لا يهوني وقم العمي لا 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 قم لا 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 هذا عطبنا ارحب فنجال يا ابو علوش علينا علينا الزمن ما هو بمتروش سمع عطني عطني فنجال سمع فنجال مر فاديك والله يكرم السامعين الا لحيك اقول عزرك تعرف الريجي اللي ابو ظافر اسلم تعال هنا ابو ثامر محتاجك انا اليوم ماشي نظف المكان يا نمر ما كل فلة احجاج معقد حجاجه اي والله كنا معازيمها اللي توهم توهم ايوه ايوه انت انت اللي تقول بخش معك تقول لي قول مش خش خش يلا يلا توهم يلا حنا علينا الزمن ما هو بمتروي الله ما كل فلة احجاج معقد حجاجه كم حنا
ازهل لا كمل الشط اللي بعد عندك طيب وشو ما انا بحافظه يا مسلم اي بس وش ما انا بحافظه انا قلت لك لا تقول يا صبر يو لا تقول يا هاي غنها زين يا ولد انك تغنيها انت انا صوتي مخنز انت اباك انت اللي تطلع بها اطلع بها صوتي مخنز يا عبد الله خلاص ابشر بال انا حتى انا اسمع عساك يوم اسفين يعني جاب هذا وصل مشي على كلامه لا عقليته ما لها دخل يبيها كذا عديته كذا لكن هو رجع لي بيد بيني, بيني وبين ابو ثقل يبي يفتني ويدش السن بالعسل لا 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 اما المواضيع ذي مهب لنا اسلم من قال سال ادخل انت وجه ابو اقول كثر الكلام اللي على غير مصلوح مصلوح ما له على قول العواريف يمه اسمع الصمت يزرع هيبتك وين ما تروح والهرج كثره في المجالس مذمه والمزح زوده يجلب الهم للروح كم واحد بالمزح جابه انطمه انفوس البشر ما هي بخط على لوح ولا كل ما ضيعت تقدر تلمه حتى وسيع الصدر ما انتهب مسموح تمزح معه لا صار ضايق بهمه انصحك والعراف ناصح ومنصوح نصايح العراف دايم مهمه وترى التجارب درس واضح ومشروح والناجح اللي كل درس يصمه هلك رزين العقل لا تصير مشفوح وزن كلامك لين هرجك تتمه وتعاملك خله مع الناس بوضوح بعض الغموض أحيان يوذيك سمه والصدق يجعل قدمك الدرب مبروح والكذب ما تبنيه كفك يذمه والكبر للي خالق بلسد روح وتواضعك يجعلك في راسه قمه ولا تكشف أسرار المعاليق وتبوح إلا على رجال شانك يهمه ولا احترت شاور فالرياجيل ممدوح في طيب راي وفي كرامة وذمه لا ضاقت الدنيا تحيزن فطح طوح شرواكم شراك لا ضاقت الدنيا تحيزن فطح طوح احذر تحيزن فيها لايم ورمه برق الفرج لابد لعيونك يلوح والصبر للرجال مكسب وهمه والرجل يفهم والمعاني لها ضوح وانا كتبت القاف هذا وتمه اسمه وعنوانه رساله من الروح انت ببصلك يا شوف سعادتك شوف سعادتك وصح الله لسانك وبيض الله وجهك والله لا ادري لا البسك العصبه من اول يوم اسمع اسمع نايف اسمع 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 اعطيك بيت واحد ما شيء جاي اعطيك بيت واحد عن قصيدتك كلها اسمع 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 مر طاريك والله يكرم السامعين تمه في قاموس الكلام ونعم كمك بالله طيب تقومك للقصيدة؟ أنا أبغى تصميم بس والله حزت في خاطره ناصر ناصر لا تخرب الشخصية ناصر ناصر الشخصية ترى ترى في وجهك وش؟ تحداني يا رجال تحداني تحداني الله يبوثقها كل آسف هو بين اللي يتأسف من اللي ناصر عز الله ذكرك عادي 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 ايش دخلكم يقول مرق احتاج على القاع عز الله ذكرك عادي صادق اقول الامور طيبه يا رجال تعال عود معنا والله حاتم نبوك. يا اخي يبغى حاتم اي والله يا شباب عود معنا نبوك حاتم الله يعزك حبيبي اللي شخص راح ما عاد اقدر اعود راح شخص من جديد الحين لا حد يموت من ضحت يا رجال لا تموت يا رجال لا تموت لا تموت تكفى يا ريان اوه على ما عجبتني يا ولد رجوله في السماء اريجي امر الرجال ذا احلي له ضغط مثلث اهني ودي ودي بس حلي اللي داق دائره اوه لا لا الله تحسب انها تشوف تجاجي على الكاء الله يستر عليك يا والله ان دي شخصية احسن من اللي قبل والله اي والله الطيحة فيها خير والله كلك حلا يا ابو ثقل نعم عدد اعطني السبعة جاني ما طلع لا وين كوبي كذا هنا اي من كب كنسل والله انت قبيت والله ما عاد العب هو عاد من قبل تراني عينكم الحين تقول انت
ما انت لا مسعد بس الحين انت مرتاح دجاجك على الله ها جيم صح ان وجدنا شيء جدنا وجينا جيدين وما لا نلقى ما احد منا لا في غذاه مرت الناد حمال قوم بالجنب المتين ومرت الناد بفلل ما يلقى عشاء جدا انا قد ما لقى عشاء وقفت على ذي بنجر عذرنا يا تعال 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 بكري انت لا ما سدر لا خيف الدنيا لقاه انت عذر من هشمت عليه الشامتين وانعطاه اليوم واصبح لك انه ما عطاه وش ذات قال فيها لين قال ان شكرنا ان شكرتونا وحنا لكم الشاكرين ان جحدتونا في معروف والله ما ننسى صح رسالك يا ابو صح يقول الشاعر يلا يقول بدري راح يستر عليه والله اللي بدايته محورته لانه يقول العمر العمر غايه وذروه سنامي العمر غايه وذروه سنامي 10 و20 و10 حواليه هذه 40 طيب هذه غايه العمر العمر غايه وذروه سنامي 10 و20 و10 حواليه فلا زل الرجال 60 عامي قام الجهد ينقص وتدرت شكاويه فلا زل الرجال 90 عامي زهد به اللي في اول الوقت يغليه قل اللحم مسلب ان العظامي وقصة تستوفه ما يحك انه يديه ثم عقبها يرحل دار المقام عقبها يرحل دار المقام دار بها الرحمن كل انجازي صح لسانه فيها عبره وعبره ذروه العمر وسنامه 40 لقى عمرك 40 اذا وصلت 60 قام ينقص تنتكس الحاله ينقص 90 خلاص تصير خلاص بطاريه صفر مضبوط تحسين ختمت تنتقل يا رحمه الله ما بشرط ختمنا ولكم بالجنه اللهم امين انه ذا الحين وانه بعدي اللهم امين ليت الاعمار توصل 1000 بشوف عيالي وعيال عيالي وعيال عيال عيال عيالي هذا محمد الغبر يقول يا اللي جلطك الفقر فقري جلطني الله الله اكبر عني يعرف لي كذا شيخ شبعان لكن ما اعرف اقول يا فلان عطني انا ما اعرف اللي اعطيه فلان وفلان ودي لكن حبل الكرامه ربطني والحبل ذا ما يعرفه غير شليان احب نفسي بس ما احب بطني واكبر غبي في صيد رزقي من انسان ان كان رادار الهدف ما لقطني يلقطني اللي يفزع الكل طفره ابو مهدي شاعر مصيبه يا ريت يجي لك ثاني عند اسمع اسمع عند اسمع عندي لا قبل اسمع دقيقه سلطان عايني يا ولد سلطان عيني يا سلطان عيني والله اني صاد والله اني صاد والله اني صاد ها عيننا طيب كبر خشمك بروحي ريجي عيني عندك اذنه ما بعد جيها انت خشمه اسمع 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 جايك جايينكم ببيت او بيت انعم في عماره وسكه تجاريه ها اسلم خلاص ان شاء الله بتجي اسمع ابو ثقل ان شاء الله بتجي ابو ثقل اسمع ترديت لكني ترديت في رجال ايه اللي طب تعلم وانت رد ما علم اكوي اكويوه كده انت رديت علم انت رديت انطبت علم وانت رديت ما علم طيب ايه انطقها زين يحسبني لافها لا والله ما تعرف تقول قصيده انت جاي بطل جاي بطل كل سنه ناصر كل سنه ناصر ايه ايه كل سنة ناصر امزح بخصوة يا عصب 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 كل سنة ناصر يا الله ما يسرعك الله ما يوفقه انت بسبوك
يا فايز الله يعطيك العافية يا فايز. والله عقد أمس من كل قلبي انقطع الصوت صدق. حق السالفة؟ سلي صلاة الفجر؟ زاد كمل عقبي. من هو ولا أخوينا؟ خلاص. أتعب يا أبو ذاك. أنا تعبت. أنا تعبت أنت. انا ابغى الحكم والعاد امداني ما شاء الله عليك ما ابغى شميت الحقال الجديد لا شمه على راسي شمه شمه يا ولد انا ايش ما شاء الله تخب عليك وانت مسكر الطقطق تخب وانت مسكر الطقطق تخب وانت مسكر الطقطق ما شاء الله هذا والله صدق ها تضغط ديبي راسك بيصدع والله انتبه ضغط الدم ها بلاك كنت سبرنت صدق وانت مسكر ها بنفس الدم ابي قهوه هذي والله خلصت انت حكت الرجال اعطيتها الجيده اعطيتها جيدتي هذه هذه تقوي ذات المجتمع انا بينهم الله لاحظ اني حضرت السالفه هلا رجال ابي يطلع من القناه عنده متوفي ضحكيا لا متوفي احبال صوتيه متوفي صح احبال صوتيه الحين متوفي توفى نفسيا انا اشهد لا مرت على ضغطي لا خلاص اي كلمه تربع ضغطي على طول لا خلاص اتحداك تربع ضغطي اتحدى اي واحد يروح اتحداك تنرفزني توك مكبي توك ضغطك مرتفع حركيا وداخليا طيب هذا انا ابي ابرد شبدي في واحد بتحصله بعدين وقفت اللعنه ما يعتبر اني منفعل وش انت تسوي ابي اضربه بس انفعل بذكاء يعني ما انت منفعل وانت لا يبغى يضرب بدون انفعال وهو يضحك اوه لا لا الله يا سلطان انا لازم تحتاج المزيد من الاوتو يا كريم يا الله يا ربي انك تبرج الحالي بيقول انك تشوف يا ربي يا حبيبي يا رب انا بغيت اعطيك دعوه حلوه بس ما تصلح شهيق زفير يا ابو لا لا هذا انا الشقه ذي ابو رحمه داخ الشهيق عندك الرياه داخليا لا شهقت تطلع الاصوات منه نروح داخل شوف لا لا احسك انت وابو رحمه تصلحون ثنائيه خلوكم اجي اسمعك ابو رحمه بنجيكم ايه اجي اسمعك ولا اروح على حسب ضارب ترند اجلس معي انا اوه ها انا اخاوي اللي ضاربين ترند اليوم ان شاء الله اني ضارب ترند خليني اجي اسمعك يا رجال يقولون تسع على عجات قالوا تسعه ونص تسعه يبدون يجون الجماهير جو جماهير جو من الحين قدام جوا قدام في المسرح لا بس برا طيب الساعة 9:47 طيب يعني قد تعدينا 9:09 يعني احتمال بتكون 10 تبغى نروح الهاوس ولا ندخل ولا ايش؟ لا بنجلس هنا شوي برا الله يا اخواني ماني بدالي ماني يلا على كل حال الحين قدامكم ها؟ يلا يلا ابو رحمة بما انك طلعت انت برا ضاربين ابله ضاربين لكم جو ان طال عمرك ما حد بحولكم ضارب ضارب لك احد بيت طال عمرك انا ايه ضارب كله ضارب انا كيف ضارب لي مشرحه ضارب لك مشرحه فيها اعراب ولا ما فيها ايه فيها 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 ها فيها كبار كبار وصغار سي ويعني اموري كلها طيبه ما شاء الله عليك مزينه ذانيك هذه ما يحتاج لاجل برد ما يحتاج اشتري فروه لكوت عادني فكرت فيها يا عارف. ايه في ذمتك والله انا عادي ما انتبهت والله شو والله تراهم غير تشوفونها تبينها بس عشان خاصه انا صغرت شو ما شاء الله تبارك الله ولا طاقيه وسيعه ايه ايه طاقيه وسيعه شوف ثانيه صغينونه خذي لاطيه وذي طالعه كيف لاطيه؟ لاطيه كذا وذي قايله كذا هذه من قوه التفكير كم تمشي انت ما مسكت خط؟ نظام يمشي 140 والله ايوه شوف باذن الله انا عندي احساس ابو الله يرحمه شوف عندي احساس عسى ما شر نور نطفي الكهرباء
لما أنا كان ناس وظلموا لأن جوز الحين زادنا. أنا عندي إحساس قسما بجلال الله إني أحس إني بطلع من البرنامج كذا إني أسرع واحد يطلع من البرنامج غني كذا يا أخوي كذا عندي إحساس كذا في ربي بإذن الله والله إنه صدق. أول شيء في عندي أمل أول شيء في الغنى غنت النفس قبل كل شيء هذه أنا غني نفس بقول لك حاجة الشيء ذا صادق ما حد بكاره المال إي والله المال والبنون زينة الحياة الدنيا إي والله ولكن لقد الشخص طال عمرك غني مقتنع قناعة إذا أنت غني واجتمعت غني نفس وقناعة أنا مقتنع وأنا طفران ما يعتاز أنت غني نفس وراسك طيب شروف يساعدك غني نفس والقناعة القناعة طال عمرك كنز لا يفنى نشهد والله شفت طال عمرك لو يجيل معهم ملايين وأنت معك الآلاف أعطيك مثال الملايين دولة تعبانين نفسيا فيهم الأمراض اللي معينوا لها علاج فيهم الحاجات فيهم القطع بينهم كلهم قاطع الثاني فيهم المشاكل فيهم ما تدري ما أقدرهم استرس صح ولا لا يا أخوي عنده مشاكل بلاوي عنده أمراض وعنده صح ولا لا أنت عندك آلاف بسيطة تمشي حياتك البسيطة ما بهالآلاف بلا تمشي حياتك البسيطة الرجال شوف مهم كلمة آلاف الآلاف يعني معك 100,000 يا حبيبي يا معك اللي يمشيك كل آخر شهر كلهم العالم سوى لا تحسن إي والله ترى اللهم لك الحمد كل دامك تقدر تعيش نفسك وإذا احتاجت أمك شيء ولا حاجة تعطيها أمورك طيب اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد سلطان إذا حصلت قوة يومك إي والله فاعتبر نفسك غني حطها في بالك إي والله لا تقارن نفسك بغيرك في حاجة إني أبغى أطور نفسي أو أبغى أسوي نفسي أزود يعني أتعب على نفسي تصير رجل أعمال تصير رجل أعمال تصير من حقك وش جاب وأنت ما جبت يعني تقدر بس رجل أعمال البداية يمكن خسر طاح وقام أنت يمكنك تبدأ على قولتك من الصفر بعض رجال الأعمال طال عمرك يوم يقول بادي من الصفر الصفر حقه وش هو بعضهم بادي من مليون الصفر حقه صح ولا لا بعضهم اللي يقولون نبدأ من الصفر أي صفر يا حبيبي الله يجزاك خير أي صفر وهو بعض الناس صدق بدأ من الصفر في ناس بدأوا من الصفر صح لكن بعض الناس طال عمرك ولد على ذا الحياة وطلع على ذا الحياة ما شاء الله تبارك الله نشهد أبانه وعمامه وأخوانه في خير والعود أن انتقل رحمة الله طال عمره هنا 20 مليون 30 مليون أنت طال عمرك هلا أنت طال عمرك لا بس دائما يقول الأمل والحسن الظن بالله طيب أحس والتفاؤل بالخير إيه تفاؤلوا بالخير تجدوه يعني خليك دائما متفاؤل حتى لو إن الدنيا متفائل شوف حتى لو تدري الدنيا يعني شوي داقه راوس معك كذا قول لا قول أنا عندي أمل إن شاء الله يوم من الأيام بيفرجها ربي ما ضغطتني الدنيا إلا إن شاء الله ربي بيفرجها أيوة. كل صابر إلا فرج في بالك شوف كل شخص اضطريتنا على التفاؤل كل شخص احيانا طال عمرك يحتاج نشهد صح ولا لا والله احيانا تفلس تقول يا ولد ابغى انت تتسلف وذي تسلف كلها تسلف دول وهي دول تتسلف نشهد تدري ولا ما تدري ما بالك انت انسان بسيط عندك يعني راتب معين مشي يومك فاذا تفاعلت في الخير انا يا محمد ما انا اقول يا ولد ما معايير يا الواحد والله لو تقول يا محمد شوف لي حل اقول لك يا ولد تحت الحديدة لو تبغى نبيع الحديدة بعد أحد بيشتريها بعت الحديدة شفت متفائل بالخير نصبح ولا يصبح شر لا نصبح ولا يصبح شر نصبح ربي سهل ربي ما يخلق العبد ينسى منه هذا حطه في باله ولكن هذا ما التفائل بالخير خليك متفائل بالخير وسع يا عبدي وسع معك اسعى في ذا الدنيا وربي بيرزقك ويوفقك يا واحد يا اخوي اما انك قاعد وتبغى الدراهم تخبخب عليك ولا تصب عليك من السماء ما هي تصب عليك ولكن مهما كان خلك قنوع القناعه كنز لا يفنى خلك قنوع لا تقول يا ود انا ابغى اعيش حياه الشخص الفلاني والله ابغى اعيش حياه الفلاني رجال الاعمال ذول ابغى اعيش حياه الفلاني راحت حياتك كلها وانت ابغى تعيش حياه الفلاني فلانك لا عشت حياته ولا عشت حياتك فهمت قصدي؟ لا عشت حياتك ولا عشت حياته في النص هنا في ذلك عش حياتك وقنع في نفس الوقت ترى غيرك يتمناها والله العظيم بعض الناس طال عمرك يتأثر بالمشاهير المشاهير اللي يسافرون برا المشاهير اللي يركبون سيارات المشاهير ودنا نصير مثلهم بس شوف أنت تقول هذا الحين تقول ودك أنك تصير مثله بعض الناس طال عمرك يتأثر بهم
ابغى اصير مثله يضغط على ابي يا ابا انا ابغى اسافر يا اخي ابغى اصير مثل مشهور هذا احبه ابغى اصير مثله يا اخي يا ابا ابغى لي سياره يا ابا ابغى لي لبس يا ابا ابغى لي ماركه يا ابا ابغى لا ما هي بذا الدرجه ما هي بذا الدرجه سوي نفس الرجاجيل ابهم لمه يضغط امه ايه سوي نفس الرجاجيل اضغط على نفسك اتعب اشتغل مثل طال عمرك ها هيئوا لك طال عمرك برامج تهيئك انك تطلع بعدين الله وفق وكتب لك رزق تتعب على نفسك تظهر مشهور حالك حال غيرك والمعلوميه اغلب السفريات اللي يشوفونها الناس مع المشاهير تدري وش هي ترى ما هم يخسرون ريال ولا ريال واحد اعلانات اعلانات كلهم روح وصور لنا السياحه بلاش الناس يحسبونهم طالعين بفلوس ولا طالعين تدري الناس العادي يلا ترزق يلا انت ترزقنا وياك براح ما احد يقول ميدي يروح يسافر اي ولب يا لبي صد ابغى لي دوله قلينزيه ما فيها ولا شرب سعادك خل 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 شرب سعادك خل ما فيها ولا خله 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 تعال ابيك ابيك الموضوع ابيك الموضوع ابيك جاني شد جاني شد انطق انطق هنا انت انت سوسه عشانك انت انت سوسه انطق 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 لا تشوف القايم جاني شد انت ما ودك تفارد ناصر نظر جاني شد والله تكفى تكفى تعال حجي لا حيد لا كذا اوه اوه اشكل اشكل فوق فوق هنا 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 اوه الله لا يوفق عدوك انقلع انقلع شطان نعمي نطلع عطاني بوكس على راسي من ورا الله لا يوفق خلاص عطيها انت بوكس عاد كسوى عطيها انت انا ما سويت شيء بنسوي فيك مقلب لازم تدري المقلب وشو بدرة حكه حطها هي ما حط ما جابها مقفلين الغرفه خلاص خلاص ابوه خلاص بس رص 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 كذا رص كذا اوه بس 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 قوة خلها تقرطب بس 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 خلاص خلاص كلمت اقرطبها لا بس بس الله لا يجزي عدوك اوه عندكم دنيا الله يصيب العدو الله يصيب الظروف ويقطع الحاجة أنا خال أنت شايف في كذا أيوة والله جاكم مسرحية عالمية إي والله يا تعبين فيها يا ولد أنا عجبتني شخصية فيصل حازم الله يرضى عليك هذا عندك أسهل شخصية وين شخصيته؟ فيصل حازم ما تعب عليه حلوة شخصيته بس ما شفت شخصية سالم شفت سالم عبد الله العتيبي شفت عبد الله بعد اقوى من شخصيه محمد بيشارك معهم ولا بس السيناريو يعطيهم السيناريو محمد وش شخصيته والله ما ادري بس شخصيه محمد لا تعلم مو شخصيه واو واو ايش كان مكانك الشرطه عندك اللي تقطع القديمه فهمتوها حمت الله يحمي العدو ابو رحمه تاج الطفران منهم تاجر الطفران شوف ايش رايك شوف يا اخي احسكم لايقين على بعض ما شاء الله عليكم ايه انا احس اني بديت اليق عليه بدي اليق علي بعد يا ربي يوفقك ويسعدك بس اسمع انا احبك في الله من هذا المنبر ما ادري احس اني ارتحت لك ودي افضفض خلوكم ثنايا ثنايا إيه؟ ابل دولة ما ادري ولا وتكن هبل وتكن غنم اوعدك وعد اخرج اللي ارتحت له ودي افضفض له انا بفضفض بفضفض لك يلا فض وانا بفض اسمع انا باذن الله انا باخذ المليون باذن الله بعد توفيق الله كان الله كاتبها لي خذيتها ما الله كتبها لي الحمد لله على كل حال بس اذا خذيتها انا السفريه اللي بسافرها للدوله ذيك اللي على سطح المكتب والله انك معي مش سطح المكتب كمبيوتر ما هو فيديو ورا خلفيه بروح لسويسرا امطار وسيل وعشق السياحه للطيران رحت السعوديه طيران السعوديه سويسرا شفت انت والله اروح لك معي مكتب انت رايح مكتب تبغى تسافر المكتب انت لا يا اخوي ما شفت انت كمبيوتر الصفحه ما يراها انهار واشجار وسيل اي اللي في المكاتب اي الخلفيه يبي نروح الدولة ذيك والله العظيم انك محمول مكفول تطلع عندك جده وين؟ لا ابي اسوي شوف ان عندنا السياحه انا طيب الله لك الحمد بس يعني بما ان الحين مشاهير وصلتنا مشاهير بما انه مشاهير بنروح مثل اللي راحوا يم الدول ذي اهم شيء نركب طياره ونصور خضار وجبال
ونهار يمشي لين نفلس. ليه وين؟ على حساب الشركه السياحيه. الشركه السياحيه صح. فلوسنا بنخليها على جنب. فلوسنا بنخليها تنفع وباذن الله. شوف فيه حاجتين، اذا خليت المليون او اذا الله رزقني. حتى لو ما اخذ المليون ورزقني الله قسما بجلال الله اني احفر لي بيرين صدقه جاريه لي ناس اسعدوني في الوقف. بفتح بيرين او ثلاثه بيار. حفر حفر بيرين ايه. انت شفت لهم، والبير الثالث للناس اللي يحبوني. يعني اذا انت تسمع الجمهوريه يدعمونك عشان تحفر بير ابيار. لا لا خلاص حتى لو ما اخذ المليون يا ولد يا اخوي يعطونك معنويه في الوقف. معنى الدعم يعني ما هو بالمليون، للوقف. كيف الحال؟ هذا ما هي بنعمه، ما هي بروح. لا والله نعمه. فوالله العظيم ان اسوي شيء لان ما نقص مالي من صدقه. تخيل اني صدق اسافر معك. تخيل. هذه فضفضته ترى اللي يرتاح لي فيها. ابو ثقل تبيه يقول لك كلام حلو، انت متعود على الكلام هذا. الزبد والتزبيد والمشاكل متعود على عادي. ايش؟ عيش واسعد في حياتك. انا احسب انك جاي لي عون طلعت انت فرعون. فرعون في مصر مو انا. انا بسافر مصر ما بيخاويني يا ربي. يا القام. ايه ليه المساعة الشقاوي وطبه. ليه المساعة الشقاوي وطبه. يا اخي البحر ما له بالحياة. الشقاوي وطبه. هذا الحين ابو دواس. ليه الهموم تصحي القلب لبات. عطني اياها. ريح المحبة خلوني يا سيد. لا 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 ليه المساء عقب الشقاوي وطبه. ليه الهموم صحي قلب لبات. ليه المساء عقب الشقاوي وطبه. ليه الهموم وليه الهموم تصحي القلب لبات. ليه المساء عقب الشقاوي وطبه. ليه الهموم تصحي القلب لبات. الله اني حافظ اول. غير هي من غير سبه فيها غير سبه. زين اللي يقول كانه رسول. ايش يقول؟ كانه رسول بين اللحم. ايش تخل يا رجال؟ ما في. لا ما في اياها. والله؟ لا والله. اللي يحسبونها اياها. اخ وش يا ولد اذنيك تصفر على الهواء. والله كان مقبل عليه تريله. غط. والله كان خط سريع. الله يخارجنا يا ولد. الله يخارجنا من غمازات سعود ذي. لا يحبك ابو علوش يحبك. الله يحبه. ارجوك 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 يا سيد المعروف شحالة الدنيا بلياك. صوتك 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 يكفيني بلا شوف. الكثف يشوفك ولا ما يمخضب الحنا بالكفوف. اوف 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 اوف. سرت ليل الهوى ليل بلا جنوره. اسري على الهادي وتسامرني القمره. الله الله. تطلع ليش تقول جاء؟ ليه ما تقول جاء؟ وين؟ لاحظت؟ اقول جاء؟ مو بقاء جاء. وش الجاء؟ كان الجاء ما تنطقها زين. ليش؟ سلامات. جاء. ها؟ يقول القاء يقوله جاء ولا مو بيوم يقول يبيني يقول جاء. لا مو بجاء. جاء ما انت من اهل جاء. ها جاء جاء. لا جاء ايش مثل ايش؟ اعطني كلمه اعطني كلمه اعطني كلمه. هو يقول في سياق الكلام ان يغني غن اي شيء في حرف جاء. غن في حرف جاء. يا وجود يا جميله يا جميل. اقول يا جميله. لا 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 يا جميله جميله. ايش ايش يا جميله فهمت؟
قمي يا طويل يا جميلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة أنت انطقها يا جميلة هو شو يقول أنت قول يا جميلة يا جميلة يا جميلة أنت كيف يا جميلة يا جميلة بديت هناك بديت هناك بعدين لا 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 صدق ترى في ناس نعرفهم بدو ما يقولون جاء ما يقول يا جميلة يا جميلة يا جميلة كيف يا جميلة قمي يا طويل حال طاوي عزتي للي سواتي عزتي لا زادت الحم فرحنا للمداوي والمداوي زود الحم مليلة والمداوي زود الحم مليلة ما انكم كلكم اربعينين يعني ها؟ ما انكم اعماركم على اربعين اعطونا من الزمن القديم الله احاول تسكت تعلم انك من العلامة يا طالبي حاول انك طال عمرك ما تطيح الميانة مع الناس اللي اكبر منك لا ابوي قال خاول اكبر منك ها قال تعلم اللي اكبر منك خاول اللي كبرك اي بس قال خاول ورحم اللي اصغر منك اي ما قال خاول اللي اكبر منك عشان ما تطشك على عيني انا بتعلمك تعلمك انت ما تعلم الشيبان انا مسر من يديع وسبعين عليك زود والله سبعين يا ولد شايب من هذا المنظر انا اعلم محبة ابوك اجلاسك صدر المجلس يا ولد صدق ابوه ايش يقول يقول والله اني احبك يا سلطان اني من جمهورك ابوي ترى بعض الاحيان جاني ذاك اليوم يخص سكره ها يمكن غلط جاي يخصك لا 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 ما لو انه يخصني كان ما قص يا اخي لبق يا رجال انت حتى اخوي مكلمني على الهواء قال سلمي على سلطان على الهواء مباشره اخوي اي والله انت محبوب يا ابو ثقل ما عليكم اللي يحطمون انا مشكلتي يا ولد الظاهر اني محبوب خلف الشاشات انا انا محبوب خلف الشاشات محبوب عند الجميع يا ابو رحمه ها كيف الجو ورا ازي لا لا الناس الناس الله هاني الداري حسيت بتغير ايه تغير مسؤوليه كل شيء محسوب عليك لا من ناحيه سنابات لا من ناحيه طال عمرك كل شيء حساباتك طيب يعني في ناس يقولون اسمعهم اليوم موضوع تطرقوا له اللي هو اللي يتكبر على الجمهور خلاص انا مشهور او شيء قلت يعني انا اشوف هذا شيء غلط كيف كبر اللي هو بعضهم يعمل لي ثقيل يعينهم طرف عين يعنيني وين يا اخوي هذا اللي طلعونه صادق هذا اللي طلعوك صادق كيف ما اقول لبيه لمن احد ناداني بقول لبيه اي والله بقول لبيه والله نقول عيونه يعني انت وانتوا اللي نجحتوني انتوا اللي طلعتوني لا انت اللي تمدحني ولا انت اللي تسبني كلكم انتوا اللي نجمتوني كيف اشوف نفسي عليكم يا رجال البزر اضحك معه الكبير حب راسه سولف معه اللي كبرك من عليه خليه يا مره مساء يا حبيبي لولا الله ثم الجمهور كان قفلت القناه الواقعيه نشهد فلذلك انت يا مشهور اللي راكز خشمك تواضع الله اللي رفعك مو بعاجز انه يدقك لينك تصير سواء نفس الارض فالناس تواضع لهم لين جنابك خلهم يقولون الله يسعدك نزل للناس منازلهم خلاص يا اخوي افرح جاك بيصور معك يا اخوي قول يا شيخ اعطي جوال انا اللي بصور يا شيخ بقول اسمك علمني ايش اسمك بقول اتشرف اني اصور يا اخوي اكسب الناس مرحبا يا سلطان الله حيه حياك الله يا مرحبا الله يعافيك طول عمرك انا اشكرك معذره والله صورتك بدون فلتر ما جورت فلتر اذاني ما حصلت الله يطول عمرك تسلم عادي يا طويل العمر انا لولا الله طالما وش تقول للمتابعين يا رب يطول اقول انا يا حظي بوقوفي جنبك يا رب يطول صراحه انتم سبب نجاحي وانتم اللي خليتوا الناس يحبوني ويعرفوني فلذلك انتم المشكورين وجعلني مبكيكم وابشروا باللي تبوا جعلك تبشر وش عندك شو موجود عندك وش تبي ايش الرز اللي موجود عندكم بشاور منديل رز تبي ها عطبتني انا يا الله يا عالم بحالي تزيل الهم عن قلبي تزيله خلت من الليالي عز غالي تفارقنا ولا في اليد ألا ليت البكاء بيرد غالي لسي الوادي ما سأل سلاح ألا يا الله يا عالم بحالي تزيل الهم عن قلبي تزيله خذت مني الليالي عز غالي تفارقنا ولا في اليد حيل
هذا ليت البكابي رد غالي أنا ليت البكاء بيرد غالي لسي الوادي ما سال سيلة. شكرا 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 لمن استمع وأنصت ودعا لنا. من شافني قال إذا ما سحور وأنا همومي تباريت. بكيني يا ناس يا ناس يا ناس ما للهوى دكتور يا ناس ما للهوى دكتور علي قلوب المحبين من شافني قال إذا مسحور وأنا همومي تبكيني يا ناس يا ناس خلاص 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 بنحبكم يا زين عزنا ما عاد لي في هواكم شف أورادا واللي شبكنا معاك يا حلو خلصنا يكفيني اللي حصل متحمل زيادة خلاص 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 من حبكم يا زين عزنا ما عاد لي في هواكم شف أورادة واللي شبكنا معاك يا حلو خلصنا يكفيني اللي حصل متحمل زيادة خلاص 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 قاعد انت تبدي ضاق صدر الرياض وضاق صدر المدينة ماذا اللي غني؟ ما ادري انا من هم من هم؟ صار صوت عصافير من هم من هم؟ ما ادري من هم من وين انت؟ انت معنا ساكن هنا ساكن معنا هنا كم لك انت؟ ها؟ كم ساكنين بكم ايجار؟ معكم؟ ساكن والله ب 22,000 كويس كل 6 شهور داوم دوام دوام واحاول اني اخدم الناس المحتاجين. ما انت من هالديرة انت؟ لا والله ماني من هالديرة انا من هالبرت من هالبرت. برت؟ وين دي برت؟ برت تابعة لمحافظة حوطة بني تميم. ايه 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 دون مصوب وانا جاي مصوب الرياض. نعم تجيك الحاطة بعد الحاطة مفرق برت تفرق تاخذ 70 كيلو لانك في برك برك برت فاللهم لك الحمد ان هناك عندنا مشاريع عندنا مزارع عندنا منتجعات عندنا عندكم أذاني عندنا تزرعون أذاني ونزرع شعر للمصلين. يا سلام تكفى أنا جاي مرسل لي الموقع. عندنا زراعة الصلاة عندنا شو اسمه هناك منطقة سياحية جبلية رملية بطحائية أشجارية في الشعبان وفي اللهم لك الحمد عندنا أسواق عندنا مولات عندنا مطاعم عندنا شو اسمه كيف اقول حدائق عندنا جميع السياحه عندنا تلفريت تلفريك اي من الجبل الى الجبل عندنا شلالات في نهر اسمه نهر العضية وفيه النهر الثاني نهر الدمثة وعندنا يعني شلالات بضان و نعم وشلالات امردها مغثا امردها امردها اي ام سليم كذلك فيها شلالات ام جنيب ام سليم وش اسمه نغص 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 فيه شلالات وش بعد بنقطيم
فيها شلالات، هذه كلها مناطق بني قطيم. بني قطيم اي، هذه كلها شلالات، قطيم لاص، قطيم الاسط، قطيم التبير، وقطيم الصيد، ثلاث قطامات. وعندنا يعني مناطق سياحية واجد اللهم لك الحمد، وعندنا كذلك جميع ما يتطلبه السائح اللهم لك الحمد. يجينا كل سنة يعني نعاني من كثرة الزحمة في الطرقات وزحمة الإيجارات بسبب السياح. أنا أعطيك نظرة عن الديرة، تجينا زحمة من السياح الخارج الديرة، تقول أنتم مين وإحنا مين أصلا من ذا السياح اللي فيها. كذبني، أحس أنها تقوله كذبني. لا عم كذب بس كذا. ألو أربيز تكلمني، الديرة معنا الاتصال. ألو بيرتس، هلا هلا بيرتس، يلا حيها، يلا حيها، يلا حيها، هو مذكر هو إيه، يلا حي بيرتس، يلا حيها، يا مرحبا، إيش حالك، عساك بخير، خير إن جعلك بخير. هذا ولدكم عندنا موجود، خذه معك. أرحب ترحيب المطر، مرحبا والله ومسهلا، أبشرك بخير إن جعلك. أبيك تخبرنا يا طويل العمر، لأن عندي برحمة من الحصينية منقهر منا عشان يا البرت عندنا سياحه وعندهم في الحسينيه انهار. ها عندكم انهار؟ عندنا انهار وشلالات، وهم عندهم في الحسينيه ما عندهم شيء. عندنا عضاه. ها عضاه، عندهم عضاه، يعني عضاه تمسح العدو. ف تنصح، وش تنصح الناس العالم بالزياره؟ لا ما ودنا عاد انهم يجون دفعه واحده عشان ما نتضايق اهل البلد من الزحمه والضيوف اذا معين وايجارات. فلذلك يعني حتى المجالس تمتلي بالضيوف وانا طوط 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 قفل برك، شكله رقد برك. ايه ها ايوه الله يعافينا، الله يعافينا، ويعافي الشيخ هذا اللي مكن نظافته لبى قلبك.